هو اللقاء الثالث الذي يجمع ولاة الجمهورية بأعضاء الحكومة الجزائرية منذ اعتلاء الرئيس عبد المجيد تبون سدة الحكم في البلاد. اللقاء هذه المرة جاء لتقييم ما تم تحقيقه من تنمية محلية في المناطق النائية التي تسميها الرئاسة بمناطق الظل. الرئيس الجزائري أكد أن أغلب المشاكل التي طرحت قبل عام تمت تسويتها، ولم تتبقى سوى 18% من المشاكل المطروحة. 82% من المشاكل اللي كانت مطروحة آنذاك في مناطق الظل تحلت، وتحلت بملايير الدينارات، وما هيش خسارة في المواطن، ما هيش خسارة ما نصرف على المواطن، لأن مثل ما قلت هو الأساس نتاع هذه الجمهورية. هذه نزيد اللح على إنهاء طي هذا الملف نتاع مناطق الظل، حتى لا نرى المناظر اللي كنا نشوفها في 2020. الحمد لله يعني أغلبها قضينا عليها. وأكد الرئيس الجزائري أن التغيير الأخير الواسع في سلك الولاة كان قائما على تقييم إنجازاتهم وما تم تحقيقه من تنمية ودعم للاقتصاد الوطني. تلتقي الحكومة مع الولاة بتناول موضوعات رقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية وفق مقاربة تشاورية متعددة القطاعات، من شأنها اقتراح منهج عملي يسمح ببعث حركية اقتصادية محلية تكون رافدا للاقتصاد الوطني وتسمح بتحقيق تنمية محلية متوازنة ومدعمة. وتم خلال اللقاء الإعلان عن فتح 850 مصنعا جديدا كان عرضة للبيروقراطية الإدارية، وتراهن الحكومة الجزائرية على رفع العراقيل على المشاريع الاقتصادية لتنويع المداخيل وبلوغ 7 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات نهاية العام الحالي. وأكد الرئيس الجزائري خلال لقائه مع أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية أن الهدف هو تحقيق تنمية اقتصادية تسمح للجزائر بالانضمام إلى مجموعة بريكس الاقتصادية. حسن جزيري، قناة الغد، الجزائر.